تزعلش مني، انا بضربك لمصلحتك، بس صدقني بقى الكار ده مش كارك، ولازم كل واحد فينا يروح لحاله. بصحتك يا فين الصحه دي؟ ما خلاص. لا ما تقولش الكلام ده، خلاص ايه؟ ربنا هيكرمك باحلى شغلانه، الشغل كتير بس انت ركز. شغل مهندس، افتح عياده، السرقه وحشه. اشرب اشرب. لا انا عايز اخد فرصتي كامله. مين فينا اتولد حرامي؟ الناس بتبص علينا. سيبني احاول، مسيري هوصل. الناس هتفضحني. ما تسيبنيش يا دبش، هروح فين من بعدك؟ ساميه هتجوزها ازاي؟ الناس بص علينا. انا ما بقتش حرامي غير على ايدك. نهارك اسود والنبي يا ناس. انا حبيت السرقه. حد يعرف حرامي زي ده ويفرط فيه؟ طب ايه ده بقى؟ مش هفرط فيه يا عم. فرط فيه زي ما انت عاوز. انا بقى غبي. انا اللي غبي. انا اللي غبي. استحملك. لا مالكش دعوه. لو انت غبي استحملك. فرط فيه مش هفرط يا عم. دي مش هلوت وفرط فيه. لا هاجي على نفسي واستحملك. اضرب دي مالكش دعوه. هو انا امين القصر. اوه امشي يا رجل. امشي. هو انا مغفل؟ ده انت فرصه عمري. انت عاوز مني ايه يا انت؟ شردتني في محل اكل عيشي. شردتني. عاوز مني ايه انت؟ تحب انتحر عشان تستريح؟ لا عايزك تسمع كلامي. اتفضل يا اخويا سماعه. نكمل شغل سوا. لا شغل ايه؟ مش انا خلاص توبت وربنا توبت وطالع اعمل عمر اول الشهر؟ يبقى تعالى وصلني عشان ادعيلك. حرام عليك حرام عليك. ده انت لو عندك عيل في سني كده وعلى وش جواز تسيبه من غير ما يسرق سرقه سرقتين يسند بيهم نفسه؟ انا يا اخويا ما بخلفش، وبعد ما شفتك ماليش نفس اخلف. تعالى على بختي وبختك يابا. عشمني بيه وغدر بيا. هو مين ده؟ حببني فيه وسابني يما. وطي صوتك، وطي صوتك بس، وطي صوتك. لازم نرجع لبعض يا دمش. يا ابني ايه الكلام اللي بتقوله؟ الناس يقولوا ايه؟ نرجع لبعض ايه؟ لاخرب بيه. نرجع نشتغل سوا. لا سوا لا، انما عشان العياط اللي انت بتعيطه لا، انا هديك فرصه. العمليه اللي جايه دي تعملها لوحدك. لوحدي ازاي يعني؟ اختبار. نجحت فيها هنكمل سوا، فشلت كل واحد مننا يا ابن الناس يروح في طريقه. ماشي؟ لوحدي؟ اه لوحدك. احسن. انت حتى وشك وحش علي. صح، انا وشي وحش عليك. ماشي؟ ايه العملية؟ الواد ده بانه هينجح ولا ايه؟ مش عارف اوقف الموتوسيكل. يا لهوي، حد بيقف في الموتوسيكلات بيقف ازاي ده؟ يا حسني، في حد هنا بيقف في الموتوسيكلات؟ مفيش ميكانيكي هنا يوقف في الموتوسيكل. يا لهوي، اوعى عمد، اوعى اوعى اوعى. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ خير يا سامي؟ في ايه؟ انا كنت جايلك في موضوع كده يعني. ايه؟ امك ماتت؟ لا مش للدرجه دي. لا دي حاجه إيه؟ كانت عزيزه عليك شويه. الكباريه ولع. ها؟ رؤى مساء الخير يا معلم. الموتوسيكل ده بتاعي صح؟ حادثه بسيطه كده بس. حضرتك اطمن انا سليم. يا اخويا اولع اولع انت بجاز. انا بسال عن الموتوسيكل. راح فين الموتوسيكل؟ اتفضل. ايه ده؟ ده الباقي. ده اللي فاض من الموتوسيكل؟ فدايا فدايا. فدا مين؟ يا عم ارحمني. اسمع يا يا ناس، حد يرحمني من الواد ده؟ اسمع يالا بقى اما اقول لك. اسمع يا ساميه، انا حرامي يا ساميه. في وشك بقى اديني بقول لها. مش ده اللي انت ماسكه عليا؟ اديني قلت لها انا حرامي. بص خالتك حرامي. مبسوط؟ روح قولي لابوكي، وخلي ابوكي يقول لعم حسين صاحبه اللي بيقعد معاه القهوه. جوز خالتك حرامي. روحي بقى قولي لابوكي، وخلي ابوكي يقول لبنت خالتك، وجوز خالتك يقول له. يا عيني ده اتصدم. انا حرامي يا ناس،
انا حرامي يا ابو محمود، انا حرامي. ايوه حرامي، مالكيش دعوه. حياه النبي الصحي محمود تقول له ده مش حرامي. استعبده انا حرامي، استعبده يا ست ام نيازي. صحي نيازي يجيب لي البوليس. لا يا ابو، خالتك فين؟ وخالتك طاري، خالتك طاري يا اختي. قولوا لهم ده مش حرامي. مبسوط؟ اتصدم. انت مش مصدقه نفسي بقى ضبش جوز خالتي يطلع حرامي؟ تخيل يا ساميه، قالوا ايه؟ كان عايزني انا اسرق معاه. وانت عملت ايه؟ رفضت طبعا، ده انا قعدت انصح فيه. يا عم الكار ده مش كارك، الشغل كتير بس انت ركز، اشتغل مهندس، افتح لك عياده. قعد يصرخ ويقول لي لا ده انا بحب السرقه، بحب ده. فضحني يا عيني. يا عيني على بختك المنيل يا خالتي. يا عيني عليها. صحيح انا قلبي كان حاسس، كنت حاسه والله.